من جانب آخر، عد النائب أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن افتتاح المستشفى هدية كبيرة لأهل صلاح الدين بحكم امتلاكه أقساما بمختلف الأمراض وأجهزة صحية متطورة وكفاءات متميزة ستخفف من معاناتهم الكبيرة، ما يتطلب إدارة ناجحة تسهر على إدامة عطاء هذا المنجز الكبير الذي سيدشن مرحلة مهمة من الخدمات في صلاح الدين. يعني الحمد لله رب العالمين، افتتاح المستشفى التعليمي هو بحد ذاته فرحة لكل أبناء صلاح الدين. هذا المستشفى أصبح اليوم أحسن مستشفى في العراق، مو فقط بصلاح الدين، لأنه بدأ بحلة جديدة. المستشفى بدأ بالبنى التحتية، الأوتوماتيك، الكهرباء، بعدين التجهيز، واليوم أفضل التجهيز في المستشفى من المواد الصغيرة إلى أكبر جهاز، هو من في ذو مواصفات عالية جدا. يعني الحمد لله رب العالمين، صار عندنا مستشفى راح يخدم أبناء محافظة صلاح الدين وراح يخفف عن معاناة أبناء محافظة صلاح الدين. يعني هذا المستشفى راح يكون كافي لمحافظة صلاح الدين إن الإدارة الموجودة حافظت على هذا المنجز، لأنه منجز حقيقة مهم جدا، وتعبوا أبناء المحافظة بسبب الحقيقة الوضع والجشع في الأسعار. هذا مخفف عن أبناء محافظتنا في كل الحالات اللي راح يتعرضوا لها إن شاء الله. والمستشفى بحقيقة احنا ماشيين كل الاختصاصات ندعمها، كل المراكز اللي تريدها المحافظة الآن عندنا مستشفى سرطان ما ابدا راح تشوف منا شهر 8 مشاريع نوعيه في محافظه صلاح الدين. بدانا بالبنى التحتيه وننتهي الى اخر مشروع يحتاجه ابناء محافظه صلاح الدين. الحكومه داعمه، وهدفها هو بدا المشاريع بدايتها تكون من البنى التحتيه. كل ما دون هو خطا، بعد البنى التحتيه نجي على الحاجه الاخرى للمواطن، على الخدمات الاخرى للمواطن، لانه كل شيء قبل البنى التحتية هو خطأ. لما سوينا المجاري زعلوا أبناء محافظة صلاح الدين، بدينا بداية صحيحة، هو التخطيط الصحيح أنه مجاري، لكن المشكلة كانت أكو تلكؤ بسبب عدم ورود سيولة، بسبب المشاكل اللي يمر بها بالبلد، وهي مشاكل متواصلة ولحد الآن موجودة. الوضع الآن الحمد لله مستقر. في العراق يحتاج منا في هذه الموازنات الانفجارية الخدمة للمواطن سواء بصلاح الدين أو المحافظات الأخرى. راح نكون داعمين إن شاء الله لحكومة محافظة صلاح الدين سواء في الملف الصحي أو بالملفات الأخرى، والأهم بعد الصحة إن شاء الله الملف التربوي. ما راح يكون عندنا إن شاء الله اكتظاظ في مدارسنا اللي الآن نشهد بها، أكو حاجة كبيرة في كل الأقضية والنواحي.